مشاهدينا، وللتعليق على مخرجات زيارة السوداني إلى واشنطن والنقاط الأهم التي ضغط بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوجيه السوداني وحكومته لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. مساء الخير دكتور. مساء الخير، أهلا بكم. وعبر سكايب أيضا مشاهدي قناة الرافدين، حياكم الله دكتور. وعبر سكايب أيضا نرحب بلندن بالكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ عبد المنعم الأعسم. مرحبا بكم دكتور. أستاذ عبد المنعم، عفوا. مرحبا ومرحبا، أهلا بكما. نبدأ مع دكتور فاروق. دكتور فاروق، على غير عادة من سبقوه من رؤساء الحكومات في العراق والذين زاروا واشنطن، لم يفتح السوداني ملف بقاء القوات الأمريكية مع العراق مع الرئيس جو بايدن رغم المطالبات التي سبقت الزيارة بموضوع بقاء القوات الأمريكية. كيف نفهم مثل موضوع عدم فتح ملف بقاء القوات الأمريكية في العراق في هذه الزيارة المهمة؟ أنا أعتقد أن مسألة انسحاب القوات الأمريكية أو سحب القوات الأمريكية من العراق هو شعار مطروح منذ العام 2010 وليس اليوم، من بعد توقيع الاتفاقية على التعاون في الإطار الاستراتيجي ومنذ أيام أوباما كانت هناك دعوات، هذه الدعوات تدعو إلى انسحاب القوات الأمريكية، وبنفس الوقت قد ما تحتاج القوات العراقية إلى التدريب وإلى السلاح وإلى الدعم الاستراتيجي أو الدعم العسكري مثل ما حصل في الموصل وفي محافظة مدن أخرى في العراق. تسعى هذه القوى نفسها، هذه القوى تسعى إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومقابلة السفير الأمريكي سواء كانت السفيرة الحالية أو اللي قبلها. ولذلك أنا باعتقادي أن هذه شعارات تطرح فقط للاستهلاك الداخلي، سواء كان من حتى من قبل إيران نفسها، هي لا تطمح إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية، لأنه بمجرد وجود هذه القوات الأمريكية هو دعم للميليشيات من أي توجه لضرب هذه الميليشيات من قبل القوى الوطنية أو حدوث انتفاضة شعبية ضد السلطة اللي هي بالأساس هذه السلطات هي ضمن المحور الإيراني وضمن التبعية الإيرانية. نعم أستاذ عبد المنعم، إذا كان عدم فتح ملف بقاء القوات الأمريكية في العراق بات من المسلمات، هل معنى أن يطالب السوداني بشراكة مستدامة هي شكل من أشكال تجميل العلاقة مع أمريكا ونقلها من مرحلة الاستعمار كما ذكر معهد كوينزي إلى مرحلة الوصايا أو الوصاية الأمريكية؟ نعم، في الحقيقة أن المحللين والمراقبين وضعوا علامة استفهام حول هذه النقطة بين أن يعني القبول بوجود القوات الأمريكية من جهة والحديث عن إخراجها وإنهاء عملها من جهة ثانية. التسريبات والكلام ما بين السطور يشار إلى أن ملف مستقبل القوات الأمريكية ودورها في العراق وقضايا التدريب والتجهيزات عهد به كملف إلى اللجنة العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة. وهذا تخريج، يعني تخريج واضح دبلوماسي أن هذا الملف لا يناقش في إطار اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي، وإنما يناقش في إطار اللجنة العليا وهي تضع أفكارا حول مستقبل هذه القوات. في الحقيقة هذه يعني هذا جانب، ولكن الجانب الأكثر مثار للاستغراب أو للتحليل أو للتأمل هو القول بأن العراق والولايات المتحدة مقبلان على استبدال العلاقات العسكرية والأمنية القائمة الآن بعلاقات مستدامة وشاملة في المستقبل، وكما تحدث فيها السيد رئيس الوزراء بأن هذه العلاقات تتسم بالبعد الاقتصادي والثقافي والأمني. فالتساؤل هو ماذا سيختلف
الأمر بين العلاقات المستدامة والعلاقات القائمة على أساس اتفاق الإطار الاستراتيجي. اتفاق الإطار الاستراتيجي لا زال يتمسك به الطرفان، وهو يبدو يشار إلى علاقات، إلى أن العلاقات ستبقى على حالها كما كانت في المستقبل، مع يعني تفعيل اللجنة العليا المشتركة لبحث بين كل 6 أشهر أو كل 3 أشهر البحث في مستقبل القوات الأمريكية في العراق. المهم أن القوات الأمريكية باقية على حالها، وهذا يضع علامة استفهام ما هو موقف الأحزاب السلطة، الأحزاب التي تكون قوام السلطة القائمة وهي مرجعية رئيس الوزراء السوداني، كيف ستتعامل؟ الآن المراقبين وأنا منهم ألاحظ فتور الحماس في صفوف هذه الأحزاب في تقبل هذه الزيارة ومخرجاتها، وهم ينظرون بشيء من عدم الرضا لهذه يعني النتائج المسبقة التي قيل عنها، وبخاصة ما الذي كان تتوقعه أستاذ عبد المنعم من هذه الزيارة، هذه الأحزاب؟ يعني أنا أتوقع أن هناك صفقات واضحة، صفقات فيما يتعلق بالدعم العسكري، فيما يتعلق بصفقة الطائرات يعني هذه التي قيل عنها الطائرات الاستباقية، وهناك قرض ب50 مليون دولار للمشاريع المتوسطة، هناك ما أشير له بتحويل الغاز المستهلك أو المفرط إلى طاقة كهربائية، وحديث عن الاقتصاد والتنمية وغيرها. لربما تخرج هذه الزيارة بنوع من الرشوة الأمريكية للسكوت عن وجود القوات الأمريكية في العراق، إذا كنا يعني نكون إذا وضعنا النقاط على الحروف. نعم دكتور فاروق، هنا يعني لا نريد الحديث عن التاريخ، ولكن دولة احتلت دولة بجيوش وأسلحة وهدمت نظام ويعني دمرت كل البنية التحتية داخله، هل من الممكن أن تخرج باتفاقية أو أن يملك رئيس الوزراء أن يطلب من قواتها أن تخرج؟ يعني معهد كوينز الأمريكي يقول أن البيت الأبيض كما ذكر التقرير وتناولناه في الخبر لا يتعامل مع العراق كدولة مستقلة، وتنظر واشنطن للعراق بعقلية استعمارية، بالتالي مثل هذه الزيارات لماذا لا يكتفي أنه يأخذ التعليمات من العم سلام ثم يأتي وينفذها في العراق؟ لماذا هذا الهالة الإعلامية بأنه يمكن أن يجرؤ على مطالبة أمريكا بالخروج من العراق؟ يعني أعتقد أن المعهد، ما أشار إلى المعهد هو الحقيقة على أرض الواقع في العراق منذ عام 2003 ولحد اليوم لم تتغير. نعم تغيرت ربما أعداد القوات الأمريكية المتواجدة، تغيرت ظروف التعامل، تغيرت أساليب التعامل، ولكن بالواقع لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تفرض سيطرتها على القرار في العراق وتتعامل، نعم تتعامل. كلنا شعرنا عندما جاءت السفيرة الأمريكية إلى العراق كانت تتعامل مع سواء رئيس الوزراء أو مع جميع قادة الكتل وبما فيهم رئيس المجلس، رئيس البرلمان أو قادة الكتل السياسية، وكأنها تمارس توجيه أساليب أسلوب العمل وتعطي الأوامر كيف يتم التعامل مستقبلا. العراق لا زال خاضع في كثير من الأمور إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم ربما سمح وفتح كثير من الأبواب، وفتح سمح للميليشيات الإيرانية أن تتغلغل، وسمح لإيران أن تتغلغل، وسمح للسفارة الإيرانية أن يكون لها دور، ولكن عندما تكون يعني المسألة حساسة وممكن أن تتصرف القوات الأمريكية بحسم، هذا شعرنا به خلال عملية توجيه الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران إلى الكيان الصهيوني. لا
لم تطلب الولايات المتحدة الأمريكية إذن من الحكومة العراقية للتصدي إلى الصواريخ لاستخدام سواء ما موجود في القواعد الأمريكية أو ما موجود من خلال سواء قاعدة الأسد أو في الناصرية أو في أربيل. إذا مارست القوات الأمريكية صلاحيتها وكأنما هي في أرضها. عندما نقول أنه التعاون المشترك أو توقيع اتفاقيات بدل الإطار الاستراتيجي الانتقال إلى العلاقات المشتركة، هل يستطيع سياسي عراقي أو رئيس وزراء أو وزير عراقي أن يتدخل بمسألة بسيطة صغيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا يمكن. إذن التعاون المشترك هو أن يسمح للقوات الأمريكية، يعني عندما نقول التعاون المشترك هذا يعطي الجانب الأمريكي صلاحيات جديدة للعمل داخل الأراضي العراقية. نعم. سواء داخل القواعد أو خارج القواعد. نعم. وأنا باعتقادي أنه لم تتغير، نعم ربما لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة في جميع المحافظات كما كانت، ولكن عندما تستوجب الأمور الحسم كما شعرنا عندما تعرضت الموصل إلى أيام داعش وكذا، كانت الطائرات الأمريكية وكانت القوات الأمريكية تمارس أعمالها بشكل يومي، بل وحتى دكتور تصل إلى أكبر رأس بالميليشيات أو أكبر رأس بالأحزاب تستهدفه. نعم. دون أن تعطي خبر حتى للحكومة. أستاذ عبد المنعم. نعم. نعم. عفوا هنا في ذات الإطار. هذا هو واقع الحال. يعني عندما هل أخذت إذن من الولايات المتحدة الأمريكية، أخذت من رئيس الوزراء العراقي لاغتيال قاسم سليماني أو وأبو مهدي المهندس أو ولم تصدر الحكومة ولا حتى إيران أي رد فعل؟ نعم، تجاه. نعم، هذه العملية. نعم، هذا طيب. هذا هو الواقع. نعم. طيب اسمح لنا أيضا يعني نتناول محور آخر. أستاذ عبد المنعم، كيف يمكن فهم زيارة السوداني إلى واشنطن بالتزامن مع الضربة الإيرانية على إسرائيل، رغم تأكيد الأخيرة على عدم البدء في الرد إلى حين عودة السوداني حتى لا تحرج السوداني في هذا المجال؟ نعم، في الحقيقة أن زيارة السوداني إلى واشنطن هي زيارة برنامجية، يعني مقررة سابقا. الحقيقة هي مؤجلة من العام الماضي، كان مقدر لها أن تتم في أكتوبر من العام الماضي، ولكنها أجلت إلى هذا الشهر. ولهذا فإن يعني من الواقع من الموضوع أن لا ترتبط هذه الزيارة بما حدث أو ما يحدث على صعيد الصراع بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. هذه مهمة جدا. ولهذا فإن حتى عندما وصل السوداني إلى واشنطن كان هناك يعني كان يعني تحول كبير في المواجهة بين إيران وبين إسرائيل. ولكن دعني أشير إلى أن كلمة السوداني تضمنت نوعا ما وإن بمستوى خجول بالإشارة إلى محنة الفلسطينيين وأعمال التنكيل وأعمال القتل بالنسبة للفلسطينيين، وهي إشارة عابرة في الحقيقة، وتضمنت بموازاة ذلك التذكير بمحنة المدنيين في المنطقة وموضوع السلام في المنطقة وضرورة عدم التصعيد وغيرها، وهي يعني عبارات في الحقيقة يعني مثيرة للاستفزاز للمشاعر العامة في المنطقة العربية. ولكن أستاذ عبد المنعم، في ذات اللحظة استبق بايدن الحديث بأنه افتتح مؤتمره الصحفي مع السوداني بالحديث عن ما قامت به واشنطن في حماية إسرائيل. ما الرسالة التي أراد أن يوصلها مباشرة للسوداني؟ نعم، هذا صحيح، وأعلن التزام الولايات المتحدة بأمن ودعم إسرائيل، وهذه رسالة للسوداني ومن ثم من السوداني إلى إيران ودول المنطقة. ولكن الشيء اللافت للنظر هو أنه
يعني ضم العراق إلى طائفة الدول التي تلتزم الولايات المتحدة بأمنها، فقال نحن ملتزمون بأمن شركائنا في إسرائيل والعراق وغيرها من دول المنطقة. وهذا في الحقيقة نوع من الفذلكة الاستعمارية الأمريكية مثل ما ورد في تقريركم. الشيء المهم كما يعني ورد بشكل عابر في البرنامج أن السوداني يعني كان عليه أن يضع نقطة وهي مهمة جدا على صعيد العلاقات التاريخية بين العراق والولايات المتحدة، وهي دور الولايات المتحدة ومسؤوليتها عما حل بالعراق بعد 2003، وكيف قدمت السلطة لطغمة من السياسيين الأدعياء الذين جاءت بهم من الخارج، أو أنها رفقتهم وأنها عهدت مستقبل العراق بأيديهم. هذا الموضوع بصرف النظر عن أسماءه واتهامه وأشكال ما انتهى إليه الحالة العراقية، ينبغي أن يوضع على طاولة البحث. الولايات المتحدة ينبغي أن تعرف أنها هي مسؤولة عما حل بالعراق، ليس فقط لأنه العراقيين يقولون، حتى على مستوى الأمريكي، على مستوى يعني معاهد البحوث ومعاهد السياسة ومناقشات مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، كلها أشارت إلى مسؤولية الولايات المتحدة عما حل بهذا البلد. كان ينبغي أن تكون هذه نقطة. وهناك تخطيط استراتيجي كما تعلمون ويعلم الجميع ليصل العراق إلى هذه المرحلة. دكتور فاروق، هنا أيضا صحيفة فورن أفيرز في تقرير لها تعليقا على زيارة السوداني تؤكد على حالة التناقض التي ينتهجها شركاء العملية السياسية في العراق بين محاولة الظهور برفض الوجود الأمريكي وبين السعي إلى التعاون مع واشنطن. إلى أي مدى يكشف هذا التناقض عن عمق الصراع بين شركاء العملية السياسية، أو ربما إتقان دورها في هذه المسرحية الواضحة؟ الحقيقة هي مسرحية كما ذكرت في آخر الحديث. الجميع بمن فيهم جميع قادة الكتل والأحزاب، وسواء كانت السياسية أو الدينية، تعلم جيدا أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية ولولا الغزو واحتلال العراق لما وصل أي منهم إلى السلطة، بما فيهم محمد السوداني. ولذلك عندما يتحدثون عن الولايات المتحدة الأمريكية ودور الولايات المتحدة الأمريكية، هو من جاء بهم إلى هذه إلى 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 السلطة؟ الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها، سواء كانت حكومة دعمها للدستور وللانتخابات الأولى والثانية ولرؤساء الوزراء، سواء كان نور المالكي أو قبل إبراهيم الجعفري أو أياد علاوي، ومن ثم إلى وصولا إلى محمد السوداني. لذلك هذا التناقض أعتقد هو على صعيد الإعلامي وعلى صعيد البهرجة الإعلامية. إذا نأتي إلى حتى الوفد المشارك الذي يضم حسب ما ذكرت كثير من الأخبار، أنه عدد الأشخاص الغير فنيين والغير مختصين ضمن الوفد وصل إلى 56 شخص، أغلبهم هم من المقربين إلى رئيس الوزراء، ما يسمى بالمستشارين وما يسمى وهم ليسوا ذوي اختصاص لا صناعي ولا زراعي ولا اختصاص نفط ولا يعني دكتور، هاي إذا كان فعلا هناك مفاوضات وملفات، ربما هي مجرد تعليمات تعطى للسوداني ينفذها. نعم، هذا 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 الحقيقة. ولذلك عندما كيف يطرح السوداني مسألة أنه ما حصل بالعراق ودور الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يمثل إطار التنسيقي الموجود، الإطار الحاكم، هو نفسه هو أساس الفساد. يعني من موجود في الإطار هم يمثلون الهرم الأعلى في السلطة السياسية الفاسدة منذ عام 2004 ولحد الآن. نعم.
أستاذ عبد المنعم هنا في هذا الحديث يدفعنا للتأكيد بأن بايدن أو يؤكد بايدن على وجوب تحجيم النفوذ الإيراني في العراق، وفي نفس الوقت يتحدث الرئيس الأمريكي عن الفساد وكذلك عمليات غسيل الأموال. ما الذي يريده بايدن من السودان؟ هل فعلا أمريكا تعجز عن تحجيم النفوذ الإيراني وتعجز عن كشف حالات غسيل الأموال؟ نعم، يعني بايدن الحقيقة كان خطابه يتسم بنوع من الدبلوماسية ونوع من النفاق أيضا، إذا كانت الدبلوماسية هي نوع من النفاق. كان المديح للحكومة وعبر عن ارتياحه لسياسة السوداني، والسوداني أجاب أيضا، رد على التحية بأحسن منها بامتداح دور الولايات المتحدة، وأيضا أشار إلى أن العراق مستقر وهو يحظى بالدعم ويشرع في التنمية والتنمية بمختلف الأشكال، وأن هناك استقرار أمني. كل هذا حدث بنوع من يعني نوع من إحاطة الزيارة ببيئة يعني بها شيء من النفاق والمداهنة. هذا من جانب. أما من جانب ما يتعلق بأن الولايات المتحدة تستطيع أو تقدر، الولايات المتحدة لا في السنة الأولى، الآن تملك من التاريخ 20 عاما هي بالعراق، وهي تملك نفوذا كبيرا وتملك وسائل متابعة وملاحقة، وتعرف خفايا الأمور وتعرف البنية التحتية للسلطة القائمة، ولم تقدم أي محاولة أو أي مساعدة في الكشف عن الفساد ولا عن الخلايا، حتى بما فيها خلايا التهريب وتهريب النفط وتهريب المخدرات. والولايات المتحدة اكتفت بالمراقبة واللقاءات الثنائية بين السفراء الأمريكان والسياسيين العراقيين وعقد الصفقات الجانبية فيما بينهم. هذا حقيقة الرأي العام العراقي، ومعبر عنه في الكثير من الصحفيين وأصحاب الرأي. شكرا لكم. الحقيقة لم يقتنع بأن الولايات المتحدة جادة في محاربة الفساد في العراق، ولا حتى مساعدة العراقيين في محاربة الفساد. وسياسة الحكومة وكل القائمين عليها تثبت فعلا هذا الأمر. من لندن الكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ عبد المنعم العسم، شكرا لكم على الحضور والمشاركة معنا. وكذلك نشكر من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا لكم على حضوركما معنا.